توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه الوداد المغربي في إياب الدور النهائي. وكان الأهلي قد حسم مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد في القاهرة. إذا كان المجد جائزة فالأهلي صائد الأمجاد. الأهلي كتب سطراً جديداً في تاريخه الحافل بالبطولات والألقاب بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخ النادي وللمرة الثالثة في آخر 4 سنوات. لم يكن طريق الأهلي مفروشاً بالورود لحصد نجمته 11، بل واجه الأحمر العديد من الصعوبات خاصة في دور المجموعات باحتلاله المركز الثاني بصعوبة خلف المتصدر فريق سان داونز الجنوب أفريقي. الأهلي الذي خسر مباراتين في دور المجموعات أمام الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي تحول أداؤه في باقي مباريات البطولة بعدم الخسارة بعدها من أي فريق، وبات الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في الأدوار الإقصائية، بل احتل أيضا صدارة الفرق تهديفيا ب23 هدفا. الأهلي بلقبه الجديد نجح في تعزيز صدارته لقائمة أكثر الأندية حصدا للقب دوري أبطال أفريقيا ليصل إلى اللقب رقم 11 ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه الزمالك ومازيمبي الكونغولي ولكل منهما 5 بطولات. وبتتويجه باللقب القاري ضمن الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة 9 في تاريخه والرابعة على التوالي. وفي قائمة الأندية الأكثر تتويجا في العالم رفع الأهلي رصيده من البطولات القارية إلى الرقم 25 ليواصل مطاردة نادي ريال مدريد الإسباني الذي يتربع على القائمة برصيد 29 بطولة، ويلي الأهلي في الترتيب أندية إي سي ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني. ألف مبروك، الماتش كان جامد وكنا على أعصابنا بصراحة كلنا، بس الحمد لله ربنا كرمنا. ألف مبروك لمصر، وطبعا ده مش جديد عليها، مصر أم الدنيا أم الدنيا أم الدنيا. ألف مبروك للنادي الأهلي على هذا المباراة، عمل مباراة تاريخية عظيمة بجد والله. ألف مبروك على النادي الأهلي، وبجد فرحانة قوي، الناس كلها فرحانة. أولا يعني ألف مبروك للنادي الأهلي جدا جدا، والله فرحان، كلها فرحانين يعني، ويا رب الأهلي يفضل يفرح مصر كلها زي كل مرة. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي والفوز بالبطولة الأفريقية، مشرف للكرة المصرية كلها. ألف مبروك للنادي الأهلي البطولة الأفريقية 11، كنتوا رجالة لعيب. ألف مبروك للنادي الأهلي وألف مبروك لمصر الفوز، فوز كان صعب طبعا. مبروك، ألف مبروك للنادي الأهلي على البطولة الجميلة دي ورقم 11، وده انجاز تاريخي وحاجه كويسه جدا. الف مبروك للنادي الاهلي البطوله 11، بطوله صعبه جدا، يمكن اصعب من نهائي القرن لانها جايه من قلب كازابلانكا يعني. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره طبعا، وفرحه عظيمه زي ما انتم شايفين، الجمهور طلع فرحان، ودايما يا رب الفرحه مرسومه على قلوب المصريين كلهم. والله وكل المصريين فرحانين لفوز الاهلي، والاهلي بجد تعب على نفسه واشتغل كويس قوي، وهو يستاهل الفوز دوت. ومبروك للاهلي ومبروك لمصر كلها.